أكيد وجود البرلمان بالعراق له تأثير قوي على تنفيذ القرارات أو تشريع القوانين، فعدم وجوده أكيد راح يأثر على عملية سير العملية الإنتاجية وكذلك التشريعية. من الطبيعي جدا أنه لا بد من أن تكون الدولة فيها مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية، فأي خلل في هذا المثلث هذا يؤدي إلى خلل سلبي في سن القوانين، في العقود، في العلاقات مع الدول المجاورة، الدول الأخرى الباقية. واللي حدان عندنا قوانين معطلة يعني لخدمة صالح العام ولخدمة المؤسسات البقية الدولة، عندنا معطلات كلهن، يعني شبه قرارات يعني شبه غير منجزة، وبعض الفقرات لازم تكمل واحدة تكمل الثانية. حياكم الله. كان يا ما كان بيت مهام الرقابة والتشريع، غابت عنا الأهداف وحضرت الخلافات. كتل ولجان نيابية لكل واحدة رؤية تختلف عن الثانية، ولا تلتقي بالقرارات المصيرية، لا تقدم مصلحة المواطن على مصالحها الحزبية أو الفئوية، لتبقى الدورة النيابية الخامسة خالية الوفاض، والفصول التشريعية لا تثمر بالمخرجات. فهل سيغير الحال في آخر اللحظات، أم أن الإخفاق سيرافق المسيرة لنهاية الطريق؟ من جديد أهلا بكم، أرحب في ضيفنا بمحور الأول لملفنا الأول، ونتكلم به مع النائب محمد عنوز عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي. حياك الله سيادة النائب. أهلا وسهلا بحضرتك سيادة النائب. نبدي من عمل مجلس النواب العراقي، يعني المواطن حسب ما طلعت حضرتك بالاستطلاع العام للرأي كان بعض القوانين معطلة والبرلمان ما جاي يؤدي عمله بطريقة صحيحة، طيب شنو سبب هذه التعطيلات؟ أولا شكرا على الاستضافة. حياك الله. وأعتقد هذا من الموضوعات الحيوية، لأنه يجري الحديث عن السلطة التشريعية وهي أم السلطات كما يمكن التعبير عنها، لأنه من رحم السلطة التشريعية تولد السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وبالتالي لابد من قول الحق. نعم. بأنه المهام المرسومة أمام مجلس النواب من الناحية العملية هناك بطء وتلكؤ وتأخر في عملية إنجاز المهام، وأعتقد أسبابها السبب المحوري هو قضية التوافقات السياسية. شنو الجديد؟ ما احنا العملية السياسية مبنية على التوافق السياسي، وهذا من أكثر الأمراض وجعا في العملية السياسية، لأنه لا تعطيها فرصة الانطلاق باعتبار هناك أغلبية وهناك أقلية، وبالتالي يفترض أن تأخذ الأغلبية دورها في عملية التشريع والأقلية، وحتى الأغلبية تأخذ دورها الرقابي، لأنه ما جدوى التشريع بدون أن نجد آثار هذا التشريع في حياة المجتمع، وما جدوى التشريع إذا لم يطبق. ولذلك من أقول أنه محكومة بالتوافق، لأنه هو المعرقل الأساس. طيب منذ الدورات السابقة لحد الآن. زين، سابقا كانت النسب متقاربة، يعني ماكو أغلبية، اليوم أكو نصف زائد واحد في البرلمان، وانت حضرتك تفضلت بنقطة مهمة، ليش ما يشرع النصف بتمرير وتشريع القوانين المهمة؟ وقلت سابقا راح نرجع، هنالك أعراف أصبحت أقوى من الدستور، الدستور اللي خالي من أي إشارة لتحديد مسؤوليات السلطات الثلاث لمن تكون، أنه السلطة التنفيذية لأي مكون أو السلطة التشريعية لأي مكون، وكذلك جزء من السلطة التنفيذية وهي رئاسة الجمهورية لمكون ثالث، وهذا عرف ساد خلاف المبدأ الديمقراطي،
وأنا واحد من الذين لا يؤمنون بما يسمى بديمقراطية التوافقية. الديمقراطية هي ديمقراطية، لو حكمنا على أساس مبدأ المواطنة ولكل مواطن له حق وعليه واجب، طيب، بغض النظر عن ما هو القومية أو الدين أو المذهب أو حتى قضية يعني بين المرأة والرجل أيضا مهما كانت، المهم هناك التزام جدي بالمبادئ الدستورية والقواعد المكتوبة قانونا وكذلك في التعليمات. طيب، من ما يحصل التزام يدي القفز عليها. اي سيادة النائب، حضرتك تقول هسه الكتب السياسية والنواب دا يمشون بالأعراف أكثر من دا يمشون بالدستور. نعم. لا، شنو بعد فائدة الدستور؟ والله تسأليني إلي أنا شخصيا، يعني أسألك أنت نائب، هسه دورك تشريعي أولا ودورك رقابي ثاني. ما يخالف تسأليني إلي راح أجاوبك. بل أولا أنا أحد الذين قالوا لا للدستور، لأنه لا يعبر عن حقيقة جادة لضمان وحدة مصير العراق أرضا وشعبا و يعني حتى توزيع ثرواته بشكل منصف، ودليل هذه الدورات الأربعة وهذه الخامسة تؤشر لا زالت ذات الأسباب ذات المناكفات ذات الصراعات في الاستحواذ على هذا المنصب وهذا المنصب الآخر، ولا يتوافقون إلا لتوزيع المناصب. وراح أعطيك دليل واحد. نعم. إذا تسمحي، منذ رئيس الوزراء الأول بعد 2003 حتى يومنا هذا لم يأتي رئيس وزراء لديه كتلة نيابية قادرة على تمهل التشريعات التي تساعد على تنفيذ برنامج الحكومي، ونشهد توافق واتفاق على تسمية مثلا. بس اليوم أغلب الكتل السياسية داعمة لمشروع السيد محمد الشيعة السوداني. الدعم شيء والدفاع عن ما يحتاج شيء ثاني. هاي شو يدعمون بس من الناحية العاملة ليش معطلة التشريعات؟ وين الدعم؟ دعم بالكلام. بس الكتل الشيعية هي المسؤولة عن تعطيل القوانين. لا تسمية. لو السنية لو الكردية. لا، محضرتك أنت قلت لي توافق. توافق يعني اكو طرفين موافقين وطرف ثالث ما موافق، مو هالشكل. لو اكو غير شيء بكواليس العمليه السياسيه. هو هذا اذا رحنا الكتل الشيعيه فهي متعدده وغير منسجمه، واذا رحنا للسنيه نفس العمليه، واذا رحنا للكرديه نفس الشيء، تعدد دون وحده عمل. زين، هاي شو عليها بتبرير القانون في البرلمان؟ ما يتبرر بسهوله سيدتي. هسه راح اعدد لك. اي، أتقبلين سيدتي بلد يقاد وجهاز الأمن الوطني بلا قانون؟ قبلين؟ لا. أتقبلين بلد يقاد من الناحية الأمنية ونحن كبلد محطوطين بالزائد من قبل دول الجوار أو من دول العالم وجهاز المخابرات بلا قانون؟ من السبب؟ إن شاء الله أنا السبب. أم الكتل التي وأنت نائب تتحمل جزء من المسؤولية، يعني هكذا يقول المواطن. سيدتي أتحمل، ولكن القرار يحتاج عدد، فأول ما نؤشر على الكتل التي لديها عدد من النواب زين وقد أخذت المناصب والوزارات، مو نأتي على نواب من أمثالي. نحن نؤثر من حيث طرحنا الموضوعي ومطالبتنا، ولكن لا نقرر. من بده يعطل القرار؟ القرار يحتاج لعدد. اي، من بده يعطل تمرير المشاريع والقوانين المهمه في البرلمان؟ الكل، لانه القوانين موزعه. اي، سبق وان اديرت العمليه بالتشريعات ذو السله الواحده، يحطون ثلاث قوانين تمثل ثلاث مكونات ويصوتون دفعه واحده، حصلت في الدورات السابقه. والان لدينا قانون النفط والغاز، ولدينا العفو العام، ولدينا قانون المحكمة. هذا إذا ما يحصل توافق ما يطلع. يعني مرر لي هذا القانون ومرر لك هذا القانون. هكذا بنيت القضية هكذا. يعني بماذا تصف برلمان العراقي هسه وعمله في هذه الدورة بالمعطيات اللي حضرتك جاي تتفضل؟ والله أنا أحد الذين طالبوا بحل البرلمان عندما جرى الحديث عن هنالك حالات تزوير، وعندما ظهر الثلث المعطل واللي يسموه الثلث الضامن. إيه؟ ما عاد الضامن من على من
وكذلك دخول الأخوة الصدريين للمجلس، طالبت بالحل وقلت بملء الفم، حل البرلمان يحتاج نصف زائد واحد، أنا الواحد جيبوا النصف تعال. زين اكو خروقات صارت بالبرلمان وتناقلتها بحسب تسليم اموال على انتخاب رئيس مجلس النواب. هذا كلام كلام لكن اكو نواب اكدوا هذا الموضوع بشكل شخصي. اكدوا قال النزاهه موجوده واحنا عندنا لجنه نزاهه بالمجلس. والله انا سالت النائب هذا السؤال قال في حين استدعاء يعني راح اروح اشهد. يخلي يروح، ليش في حين استدعاء بلا استدعاء؟ قال لنا انا قدمت. على المواطن ان يساعد كل الاجهزه في كل المجالات، امنيه غير امنيه، بيها فساد ما بيها فساد، مو الى ان يدزون عليها. يعني هذا الكلام ما صار؟ بلي هذا الكلام ما صار؟ ما صارت اكو تعهوات؟ ما عندي معلومه. هسه حضرتك انت كنائب اكيد بالوساطه النيابي سمعت هيك اخبار، طلعت على هيك شيء. بين الصدق والكذب تعلمنا من قول الامام علي عليه السلام اربع اصابع. اي لا حد جاء قال لنا ولا افتهم سمعنا هذا الكلام، خو نسمع كثير من الاقوال. نحن ابناء الحاجه الفعليه للدليل. ومن لديه الشجاعة الكافية يروح هو يذهب للإخبار، والإخبار موضوعي وصادق. زين هسه أما والله سمعت يقولون ما أدري شنو هذا يخلق قلق بالشارع. هسه هو اكو موجود القلق، واليوم المواطن ترى ناقم على البرلمان العراقي. على النائب المدرك لواجباته ويحترم القسم أن يسهم في بناء دولة ومؤسسات ويسهم في دفع العملية للاستقرار. بدون استقرار احنا لا يوجد لدينا مستقبل. سنسى اليوم برلماننا معافى، ميت، ميت سريريا، شنو وضعيته؟ يعني اليوم هذا اوسط تساؤل بالشارع العراقي، يقول لك اليوم البرلمان ايش قدم اليوم للشعب العراقي؟ سيدتي الاغلبيه هم ائتلاف اداره الدوله يشكلون تقريبا الكل ناقص كم نفر. فالمسؤوليه تقع على عاتقهم، هو المبادره يمهم، الالتزام يمهم. راح انطيك بس ملاحظه واحده سيدي. اي تفضل. المجتمع والمؤسسات والاحزاب كلها تتحدث عن الفساد المالي والاداري، ولن تتحدث عن اضاعه الوقت وهدر الوقت، من ضمنها عدم عقد جلسات او تاخير الوقت، من ضمنها مشروع يحتاج لشهر وشهرين يسووه سنه وسنتين. زين هذا بسبب مشكله ما عندنا رئيس مجلس نواب، عندنا بالاناث. لا 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 ما له علاقه برئاسه مجلس النواب. المحكمة الاتحادية قالت قولها بأنه مسألة انتخاب رئيس أو التأخر لا يؤثر على سير العمل. عندنا نائب أول ونائب ثاني ولا شنو وجودهم، ولكن شوف تأخير الانتخاب كان محكوما بالتوافقات والتنسيق بين الكتل، وهذا واحدة من الأسباب التي ما تدفع المجلس كمؤسسة يأخذ دورها والنواب كنواب يأخذون دورهم الحقيقي. الى اي مدى يتمتع النائب بالاستقلاليه سياده النائب؟ والله حسب يعني ما تاثر عليه الكتله السياسيه وتملي عليه الكتله السياسيه حتى صوت او لا صوت على هذا؟ لا هذا اكو استحاله مطلقه في هذه القضيه، المنتمي يفترض ان يحترم انتمائه وبالتالي كتلته لانه برنامج سياسي، هذا شيء لا عيب فيه. ولا ليش شكله حزب؟ هذا نائب اليوم المواطن هو نائب يمثل برنامج حزبه، هو صعد للبرلمان. سيدتي النائب يمثل برنامج حزبه، والا من دخل هو للعمليه؟ بعد بهيجي حاله اذا الكتل السياسيه ما وافقت تمرر هذا المشروع معناها البرلماني ما راح يقدر يقدم شيء. سيدتي تردين الحال؟ اي انا اريد الحال. ارجعي الى قانون الاحزاب وبناء حياه حزبيه صحيحه وسليمه مقترنه بنظام انتخابي منصف، مو يدفعنا الى مزيدا من تشكيل انا سميتها في فتره من الفترات البسطات السياسيه، 295 حزب مسجل لدى المفوضيه. لا اعتقد في العالم كله يحتاج هذا العدد، وانما قرانا بالعلم السياسي بانه الاحزاب تشكل لضرورات موضوعيه، حاجه فعليه اجتماعيه وثقافيه. من يتحمل هذا الخطا؟ وعي طريقه التفكير السياسيين الطلائع القادة المصلحين، يعني تفاعلهم كما شاهدناها في السابق. هناك حركات سياسية واعية مدركة لمسؤولياتها وتأخذ بقيادة المجتمع إلى بر الأمان. زين هسه اليوم باعتبارك عضو اللجنة القانونية، كم قانون ما مر في البرلمان؟ كم قانون معطل؟ واليوم المواطن ده يشكي يقول لك عدة قوانين معطلة وهي قوانين مهمة.
اكو قوانين هي مشاريع حكوميه فاحيانا معروضه من الدورات السابقه زين وتسحبها الحكومه كما تعلمين عندما تيجي دوره جديده يعاد عمليه اليه التشريع منذ البدايه واذا كان مشروع حكومي قد تسحبها الحكومه وتعدل وتضيف الى اخره وذن جزء من التاخيرات اللي تحصل وهناك مقترحات قوانين قدمت من قبل النواب وقبل اللجان ولكن جت لفتره لا يمرر المقترح لسبب انه معطين اولويه ككتل كبيره وخصوصا في ائتلاف اداره الدوله لمشاريع الحكومه لغرض انجازها واللي متراكمه منذ دورات كثيره او طيب. عديده. وبالتالي العرقله هي في مواقف الكتل السياسيه في تاخير على سبيل المثال هسه احنا بصدد الحديث على هذه الازمه التي صارت للنائب هادي السلامي اللي تتعلق بموضوعة المعلومة منذ سنوات قانون حق الحصول على المعلومة متأخر إذا تريد ضمانة لعملية الرقابة أعطيني المعلومة الصحيحة ولذلك أنا ناشدت كل النواب وكتلهم السياسية التي تتضامن مع النائب أو مع هكذا حالات أن تستعجل في تشريع هذا القانون كي يتمكن النائب الحصول على المعلومة الحقيقية. شنو القوانين الأكثر جدلية حاليا المطروحة في البرلمان أو مشاريع القانون الأكثر جدلية؟ الأكثر جدلية هو ثلاثة: النفط والغاز والمحكمة الاتحادية والعفو العام. أخوي منو أي أطراف؟ هسه النفط والغاز ثلاثة. النفط والغاز مدى يتفقون بالكتل العربية وإقليم كردستان، الحكومة المركزية وإقليم كردستان. هو هذا جنب كردية. والعفو سنية أي؟ والمحكمة الشيعية الأكثر تعقيدا ثلاثة بنفس المستوى ثلاثة ضروريات ثلاثة يمثل حياة الناس لا هي كلهم ضروريات أقصد اللي أنت كنائب ما تشوف هذا إلى حل قانون العفو العام بعدة جدليات وجدليات خطيرة وقانون النفط والغاز المركزي طالب به وإقليم كردستان طالب به ولكن لن يرى النور وما نعرف شنو الأسباب حتى هذه اللحظة سيدتي مو هي مشكلة المطالبة جوهر القانون ماذا سيتضمن هذه المشكلة كيف ننظر للثروة الوطنية هل ننظر لها أنها ملك شعب بغض النظر عن المكونات بغض النظر عن الواقع الجغرافي هل نحن أصحاب مصير واحد هل لنا عيش مشترك لنا أسئلة سيدتي زين هاي منو لازم يخلوها النواب غير النواب شنو النواب؟ بعد منو اللي انت حاط النائب وكانه ساحر والله النائب دوره تشريع ورقابي، انا ما داخله بكواليس الكتل السياسيه حتى اعرف شنو اتفاقاتها. كل كتله عندها حزب وعندها برنامج زين وعندها مصالح وراح اقسم لك اياها كل المصالح حاضره الا مصلحه المجتمع ككل. مصلحه المواطنين كمواطنين غائبه لكن مصلحه حزبيه، مصلحه شخصيه، مصلحه اقليميه، مصلحه دوليه كلها متوفره. الخامسة وهي مصلحة المواطنين هاي غائبة منذ سنوات من الأنظمة السابقة حتى هذا اليوم ولا ماكو مجتمع عنده ثروة بهذا العمق بهذه الكمية من النفط والغاز والثروات الأخرى تلاحظون باقي نسبة الفقر تتجاوز 30% سمعنا قبل تشكيل الحكومة أنه هاي الفرصة الأخيرة للبرلمان وللعملية السياسية بهذه المعطيات وحضرتك تقول هسه هم الكتل السياسية هو المواطن وهذا الهم الأخير يجوز يفكرون به ويجوز اصلا ما يفكرون به. عملياتنا السياسيه الى وين في العراق؟ والله يا اخو منذ اليوم الاول لحد هذا اليوم الكيرف انحدار من حيث الاداء ومن حيث يعني حتى الانسجام السياسي. ليش؟ لانه اساسا لم تقم كل التحالفات منذ البدايه لم تقم على اساس وحده موضوع ووحده هدف وبالتالي تحتاج وحده عمل. زين جت اتفاقات انت رقم واحد انا اصير اثنين اذا انا فزت اخذ المقعد انت ما فزت اعطيك الوزاره تصيرنا مستشار التفكير كله قائم على هذا ما اكو برنامج حقيقي تتفقون عليه ويدافعون عنه وما يتقاطعون معه وانا مره قلت انه هذه الحكومه الحاليه ودائما يشخصنوها انا ضد الشخصن هذه ليست حكومه من يشخصنها وليش؟ هذا الاعلام والسياسيين يشخصنوها لمن سياده النائب؟ باسم رئيس الوزراء مثلا، حكومه المالكي، حكومه العبادي، حكومه السوداني، هذا مو صحيح. زين كل هذه هؤلاء هم
صفتهم رئيس مجلس وزراء ورئيس جمهورية العراق. ما يصير ظل شخصنا، اكو دستور واكو قانون واكو صلاحيات لازم نحترم، فالمجلس من يقعد يصوتون. الى اي مدى الدستور العراقي اليوم محترم في العملية السياسية من قبل طبعا السياسيين والاحزاب والنواب؟ سيدتي كلش هنالك ضعف في تطبيقه، كثير من المواد لم ترى النور، لا بل جمدت بعض قسم من عندها، من ضمنها صورة مكتوب النائب يمثل 100,000، احنا لازم نصير هسه فوق ال 400 نائب مو 329 اذا هذا النص صحيح. واحنا ما قاعد يلتفتون الى قضيه النصوص الدستوريه والمبادئ الدستوريه هي عنوان لكسب ثقه المواطن باعتبار هذا الحصن اللي يلوذ الى المواطن انه هذا حق الدستوري، في حين احنا هواي عناوين عندنا مو صحيحه. واعتقد عندنا مشكله بكتابه الدستور لو بتفسير الدستور بكل والتفسيراتها تذكرينا بقضيه سيره الرسول والامام علي عليه السلام اللي احدهم ابتلى بالتفسير والاخر ابتلى بالتاويل، وهي قصه معروفه أولوهم كثير منها، وهي خصوصا معاناة الإمام علي اللي قال عنها ملأت قلبي قيحا. فتذكر بهالهم هسه ايش راح توصف لي البرلمان بكلمة سيادة النائب؟ لأن المواطن ينتظر منك اليوم كلمة. برلماننا شلون؟ أعتقد الجدية المطلوبة لا تتجاوز حدود الالتزام بما منصوص من مهام. أي وطلبت أكثر من مرة منذ اليوم الأول صرت نائب انه المجلس لازم يداوم شفتين، يلا نلحق القوانين المتراكمه، لان المجتمع الان بحاجه الى تعديل قانون التقاعد، سلم الرواتب، لان يمثل حاله الناس. شلون وضع المخاتير او المختارين ولهم قانون لازم نعدله خاطر نعزز من مكانتهم وهيبتهم، لان ذول عناصر ضبط قضائي لازم يكون لهم دور في حياه المجتمع وعلى تماس بالناس كثير من الامور، فنرتقي بقدراتهم ندعمهم. يعني هسه البرلمان خلى غرامه على النائب المتغيب، هل تنسجم مليون دينار تنسجم مع عدم تمرير مشروع مهني سياده النائب؟ نحن مع التجديد ومع نشر الاسماء ايضا. تعرفين سيدتي انا احد الذين قالوا في جلسه 7 شباط 22 اي انه نريد اليه العمل داخل المجلس تكون أداة للارتقاء بوعي الناخب كي يعرف ماذا قال محمد عنوز ولماذا قال نعم على هذا القانون والآخر لماذا قال لا، خاطر يدرك أيهما أدق وأصح وأكثر انسجاما مع مصالح المجتمع. سيادة النائب هسه هي شبكت على المواطن العراقي، المواطن يقول لك أنا ما جاي أشوف شيء ملموس على أرض الواقع. هسه أنت كلامك مقدر ومحترم، غير نائب هم كلامه مقدر ومحترم، بس المواطن اليوم ما جاي يفهم، يقول لك أنا أريد نتيجة، نتيجة وين على أرض الواقع؟ سيدتي على المواطن أن يدرك القرار يحتاج إلى عدد. أي والكتل الكبيرة تلك التي لم توزع حتى أعضائها على كل اللجان. تدري عندنا تصنيف باللجان أليف وباء وجيم؟ فسر لي اياها أليف وباء وجيم، أنا أسمعها بس هذه شلون؟ هاي مهمة. وشنو الفرق؟ يعني أبو ألف ايش راح يختلف؟ أكو مخصصات، أكو امتيازات؟ لا 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 كل شيء ماكو مخصصات. لا شنو؟ أهميتها من حيث يعني شو اسمها قيمتها التي نقاط. هسه حضرتك يعني أنت من الألف لو بالباء لو بالجيم؟ أنا؟ أي أنا بالألف بس أسميها اللجنة القانونية مقبرة النائب. يعني انت بالالف سياديه بس هي مقبره بالنسبه لمجلس النواب. لانه لازم نشتغل، لازم نقرا، لازم نقعد، يعني لا اقول 24 ساعه لازم نقعد، لان قوانين لازم ندقق بها كي تكون رصينه وتكون صحيحه، في حين اكو لجان يعني همها رقابي النزاهه، قضايا النفط، احنا هم عندنا مهام رقابي، بس قصدي حجم العمل بداخل اللجنه حجم ليس قليل. يعني اذا طلع نص مو سليم ما يرحون على نائب اخر، احنا انا شخصيا اواجه صعوبات كثيره عندما يجري تعديل قانون. يعني شنو هي هاي الصعوبات؟ ما حد يسمع منك سياده النائب؟ مو ما حد يسمع، قلت لك اغلبيه واقليه. يعني هم يتفقون واحنا مو جزء من الاتفاقات. بس احنا حالنا انا اقول لك مؤثر
من أجراء قضية موضوعية كذا يسمعون، مو ما يسمعون، ولكن الاتفاق أعلى من القضية. إذن التوافق أعلى من القانون والدستور. خصم الكلام سيادتك. رحم الله والدك. والديك الرحمة. شكرا جزيلا، أنا أشكرك على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. النائب محمد عنوز عضو اللجنة القانونية في البرلمان، حياك الله، نورتنا في حلقة اليوم. شكرا جزيلا. نتمنى أن نكون استعرضنا كل التفاصيل الخاصة بملفنا الأول، والآن نروح إلى التغريدات اللي نشوف أبرز ما جاء في منصة إكس عن هذا الموضوع بالتحديد. والآن نفتح ملفنا الثاني بتقرير غرفة الإعداد عن واقع الطرق والجسور في بغداد والمشاريع الأخيرة للحكومة الحالية. 4 ملايين مركبة تشل الحركة المرورية بشكل يومي في شوارع عاصمة لا تستوعب أكثر من 200,000 مركبة. زحامات تلحق بالعراقيين خسائر مادية تقدر بنحو 380 مليون دولار سنوياً كقيمة لاحتراق وقود السيارات. وبحسب آراء الخبراء فإن هذه الخسائر تعادل تكلفة إنشاء نحو 11,000 كيلومتر من مسارات الطرق. تطوير مداخل بغداد الخمسة وساحتي النسور وعدن وتقاطعات ومجسرات تربط المناطق الحيوية أبرزها القائمة على الطرق السريعة، مشاريع تبنتها حكومة الخدمات ووعدت بإنجازها بفترة قياسية تتراوح بين 9 إلى 18 شهراً كحد أقصى، بوصفها الأولى من نوعها منذ 80ات القرن الماضي. عدم تبني سياسات عديدة تتعلق بالبنى التحتية والمشاريع العمرانية وتطوير واقع الطرق وخدماتها وتفعيل النقل العام بعدة وسائل تواكب التطور التكنولوجي هو ما انعكس سلباً على واقع الحركة المرورية في العاصمة. فهل ستنجح حكومة السودان بخلق معادلة توازن بين احتياجات السكان ومتطلباتهم بعدما وصلت أعدادهم قرابة 10 ملايين نسمة؟ أم للتحديات كلام آخر تترك الحديث بين قوسي الشعارات لا أكثر؟ التطور يكون أما عمودي، شلون البناء العمودي وأفقي؟ العمودي يكون بأن أكو نفق وأكو شارع وأكو جسر، حتى ما يصير بالعالم من زمان الغي الترافيك لايت، فهي الجسور راح تحل بعض الاختناقات لكن مو حلول. والله جهد يعني فوق المتوسط بس يحتاج بعد اكثر. يعني صح هو ازدحامات، يعني تصير ازدحامات، لكنه بشكل او باخر هناك يعني بالمستقبل اكيد اكو امل. حقيقه هي الازمه المروريه كثيره بالعراق وكل العراق حقيقه، يعني بس لنشوف اعمار إذا كان كلي أو جزئي، يعني من المفترض أن يكون الإعمار أفضل وأسرع. الاختناقات اللي تصير بالشوارع يعني ماذا تكفي بالغرام. جهد الحكومة حلو، لكن كل حلو بلولة، مع الأسف اللولة مالت الجماعة. من تريد تبدي بشغلة قبل ما تبدي بها تفكر بالبديل حتى لا تسبب الاختناقات الموجودة حالياً.
نرحب بضيفنا الأستاذ نبيل الصفار المتحدث باسمي وزارة الإعمار والإسكان، حياك الله. الله محييك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. حضرتك سمعت استطلاع الناس، الناس قالت الحكومة تعمل بشكل جيد وحلو، ولكن لازلنا نريد المزيد. يعني بعد اليوم رأي المواطن يريد بعد. نعم. وين المشاكل في طرق مداخل بغداد بالتحديد؟ وهذه المشاريع راح تأخذ وقت كثير، لو إن شاء الله وقت قصير ونحل هذه الأزمة الفعلية والحقيقية في الشارع العراقي. نعم، تحية طيبة لحضرتك مرة أخرى وإلى كل مشاهديكم الكرام. نعم، بالفعل إحنا بغداد محتاج الكثير من هذه المشاريع، لذلك إحنا من أطلقنا على هذه الحزمة أطلقنا عليها اسم الحزمة الأولى، هذا معناته أنه أكو هناك حزم ومشاريع أخرى. بغداد لم تشهد مثل هيك مشاريع حقيقة في السنوات الماضية. حجم السيارات الكبير أصبح أكبر من الطاقة الاستيعابية اللي تتحمل هذه الشوارع، لذلك كان لابد من وجود رؤية استراتيجية في هذه المشاريع. حقيقة هو أطلاق مثل هيك عدد من المشاريع يعني هو كان تحدي يعني لوزارتنا وللحكومة بأنه أنت كيف تطلق هيك عدد من المشاريع في بغداد، هذه المدينة المليونية المكتظة. فكان هناك يعني استراتيجية في تحديد أولويات حقيقة لهذه المشاريع. إحنا أكثر من هذا العدد، يعني إحنا اللي أطلقناها كحزمة أولى هي 16 مشروع، لكن إحنا اللي مشخصيها 60 مشروع أو 60 عقدة مرورية، وإن لا تكاد يخلو تقاطع في بغداد من الازدحامات المرورية اللي موجودة. لذلك كان عندنا يعني مرتكزين أساسية في تحديد هذه المسارات أو هذه المشاريع، أنه كيف تجد مسارات بديلة في أماكن إنشاء هذه الطرق، وما هي أكثر العقد المرورية ازدحاما موجودة في بغداد. على هذا الأساس تم أطلاق هاي 16، طبعا وبالتعاون مع مديرية المرور العامة، مع أمانة بغداد، مع باقي الجهات القطاعية الأخرى. يعني إحنا سبقت أطلاق هذه المشاريع اجتماعات استمرت على مدى 3 أشهر، يعني مع وزارة الموارد المائية، النفط، الآثار، الكهرباء، السياحة، وكل الوزارات اللي إلها علاقة واللي ممكن أنه تكون إلها تعارضات في أماكن إنشاء هذه المشاريع. بالسابق يعني ما كانت تنجز هيج مشاريع، يعني تعرفون البيروقراطية اللي موجودة وكتابنا وكتابكم كانت تتأخر الكثير من إنشاء مثل هيج مشاريع، لكن من قعدنا وشفنا حددنا يعني كواقع حال ما هي التعارضات، استطعنا أن يعني نخطي بها إلى مراحل متقدمة مثل ما وصلنا حاليا. بس المواطن يقول لك إطلاق مثل هيج مشاريع دون توفير البديل خنقنا بالشوارع. لا، هو احنا كل المشاريع اللي نعمل بها هي بها مسارات بديله، صح قد يكون هناك تضييق لبعض مسارات الطرق اللي موجوده، لكن كل المشاريع اللي احنا عملنا بها يعني ما بدأنا الا ان وفرنا طريق بديل، مثل ما قلت لك قد يكون هو هذا الطريق صح قد يكون ضيق، لكن هي فتره مؤقته حقيقه. احنا حتى السقوف الزمنيه اللي وضعناها لهذه المشاريع يعني هي سقوف زمنية مضغوطة، يعني أعلى سقف زمني إحنا خليناه هو سنة ونص. هناك مشاريع يعني تقدمت على نسب الإنجاز المخطط إلها، يعني الكثير منها مثل مجسر الفنون الجميلة ومجسر فاق حسن، يعني هذا أنجز في أقل من نصف الفترة الزمنية الموضوع. يعني السقف الأعلى سنة ونص، وممكن هذه ممكن أقل. نعم نعم، إحنا عندنا جسر قرطبة أيضا إن شاء الله يعني في بداية شهر نيسان القادم، هذا كان المفروض هو 9 أشهر، إحنا يعني حاليا في 6 أشهر أو 7 أشهر يعني راح يكملوا. كل هذه المشاريع كافية لحل المشكلة؟ لا، أنا قلت لك حقيقة هو هذا يعني إحنا كمشاريع فك اختناقات مرورية. احنا قلت ليش هاي حزمة اولى، احنا 60 مشروع عندنا كاستراتيجية عامة للحكومة ضمن قطاع النقل والطرق بصورة عامة، انه هناك مشاريع حيوية استراتيجية مكملة لمشاريع فك الاختناقات المرورية، يعني منها الطريق الحولي الرابع اللي احنا حاليا وزارتنا ايضا من خلال دائرة الطرق والجسور عملت على اكمال التصاميم الخاصة بهذا المشروع الحيوي المهم، واللي هو راح يربط كل مداخل بغداد الرئيسية، واللي راح ينقل الحركة من الشمال إلى الجنوب وبالعكس دون المرور بالعاصمة. أيضا هناك باقي القطاعات الأخرى يعني مثل أمانة بغداد ووزارة النقل، يعني مترو بغداد، قطار المعلق، طريق التنمية، يعني هذا واحد من المشاريع الحيوية الاستراتيجية أيضا. وصل لي أهن وحدة وحدة من فضلك، مترو بغداد. نعم. شو وقت راح يتم وهل راح يرى النور؟ أنا قلت لك هذا الموضوع هو هذا من ضمن صلاحيات أمانة بغداد. أنا دا أحكي لك كاستراتيجية للحكومة إنه كل قطاع أخذ على عاتقه جزء من هذا البرنامج الحكومي الحيوي المهم. إحنا فيما يتعلق بوزارتنا مشاريع فك اختناقات مرورية، وأيضا عندنا الطريق الحولي الرابع،
وايضا عندنا مدخلين من مداخل بغداد اللي هي مدخل بغداد الكوت من جهه بسمايه ومدخل بغداد ديالي من جهه الشعب، هذين اللي احنا نعمل بهن اضافه طبعا الى ما مكلفه به الوزاره من ضمن مهامها الرئيسيه هو انشاء الطرق الرابطه ما بين المحافظات، ونعمل حاليا في الكثير من هذه المشاريع. وايضا اهم مشروعين يعني اللي كانت ما تسمى بطرق الموت اللي هي طريق بغداد كركوك وطريق بغداد الكوت، يعني وصلنا الى مراحل انجاز متقدمه جدا في هذين المشروعين. كذلك المداخل، يعني احنا قبل ايام افتتحنا جسر الرستوميه اللي هو جزء من مدخل بغداد بسمايه، ومراحل انجاز عبره 90% هناك، يعني ايضا على هذا الطريق يعني 4 مجسرات للسيارات وثلاث مجسرات للمشاة، يعني هذا ايضا راح يفك الحركه المروريه او العقده المروريه اللي موجوده على الارض، وراح ينقلها الى مسارات من خلال هذه المجسرات. طبعا هذه كانت يعني السبب هي الزحامات والسبب حوادث ايضا. طيب حتى هذه اللحظه تتكلم لي بالحزمه الاولى لهذه المشاريع، الحزمه الثانيه ايش راح تتضمن؟ احنا شوفوا هاي ذكرت انه الحزمه الاولى احنا حددناها وفق اولويات، يعني بالدرجه الاساسيه اللي كانت هو انه توفير المسارات البديله وما هي التقاطعات الاكثر ازدحاما. احنا على نفس الخطة هذه، لكن هالمره عندنا استراتيجيه اخرى مختلفه، يعني حال ما نطلق مشروع راح نعلن مشروع بدلا عنه. يعني مشروع مجسر فائق حسن اللي هو بالفنون الجميله، يعني اثناء الافتتاح يمكن احنا شفنا دوله رئيس الوزراء اعلن على انه هناك مكمل لهذا المشروع اللي هو جسر الصرافيه الثاني، يعني راح يكون هناك جسر موازي لجسر الصرافيه الحالي وهو جسر عابر للنهر. نعم. واحنا ما شهدنا حقيقه انشاء جسور ما بين الكرخ والرصافه طوال 30 سنه الماضيه. ايضا يعني فيما يتعلق بباقي المشاريع ان شاء الله حال ما نكمل مشروع سنطلق مشروع اخر، لان قلت يعني بغداد حقيقه هي مزدحمه ومكتظه بالازدحامات. هي هنا المشكله استاذ نبيل، بغداد مزدحمه اليوم، اكو تنسيق بين وزارتكم بكل تاكيد وبين بقيه الوزارات الاخرى. نعم. يعني اليوم عدد السيارات بالفعل جاي خنقل الشارع. نعم. العراقي، هذه المشكله راح نلقى لها حل؟ نعم، انا ذكرت لك احنا نتعامل حاليا بموجب ما كلفت به الوزاره كواقع حال، يعني احنا عدد سيارات عندنا موجود في شوارع ما تتحمل الطاقه التصميميه المصممه لها هذه الشوارع لاستيعاب هذه السيارات. لذلك لابد قلت لك من ايجاد حلول، وهذه المشاريع فك الاختناقات هي جاءت لوجود الازدحامات، يعني لو لم تكن. انا فاهمه ما تتحدث. نعم. فيه، لكن اقصد بعدنا نستور السيارات؟ يعني هذا يعني حقيقة هسه اوكي احنا حنسوي طرق اخرى وراح نوسع الشوارع وكل هذه الامور، لكن خلينا نرجع على العله الحقيقيه، راح نستورد بعض السيارات بدون تسقيط السيارات الاخرى؟ هو التوجه الحكومي في هذا الموضوع، يعني في قطاع الطرق والنقل بصوره عامه، انه كل جهه اخذت على عاتقها جزء من هذه المهمه. نعم. مساله استيراد السيارات طبعا هذا مو شغل وزارتنا بكل تاكيد، يعني هذا هناك جهات اخرى هي اللي مسؤوله، ولكن الحكومه ايضا ماضيه في هذا الموضوع، يعني في موضوع عدم الاستيراد الموديلات القديمه. يعني هنا بالمناسبه ترى هو التوسع اللي موجود في كل العالم، يعني كل العالم تزيد عدد السيارات اللي موجوده عندها، يزيد عدد السكان. هسه يلا بدات تشتغل. إيه هو بالضبط، احنا هذا الموضوع كان المفروض احنا من سنوات نسويه. نعم. يعني حتى مشروع الطريق الحولي الرابع اللي يعني هذا تدرين تصاميمه من 1982 سكوت ويلسون مسويه لبغداد بذاك الوقت، احنا من جينا نسوي هذا الطريق او نحدث التصاميم اللي موجوده به كان هناك الكثير من التغييرات التي حدثت، يعني من ناحيه استملاكات، التجاوزات، تعارضات اللي موجوده. فالموضوع انه احنا ما سوينا شوارع، كانت هناك بعض المشاريع يعني بس. نعم. هي حقيقه ما حققت الغايه يعني او ما استوعبت حجم السيارات الهائل، يعني مثل ما ذكرت لك يعني هو مساله الزياده والنمو السكاني اللي يصير هو يصير في كل بلدان العالم، لكن يجب ان يواكب موضوع انشاء شوارع ومجسرات وانفاق وطرق حتى تستوعب هذه الزياده اللي موجوده في عدد السيارات اللي تصير. لذلك احنا ماشيين بهذا الموضوع حقيقه يعني، وهذه. نعم. المشاريع يمكن المواطن البغدادي بالبدايه احنا اول ما اشتغلنا بها يعني ما كان مصدق، باعتبار انه العرف السائد في السابق انه مشاريع يضع حجر الاساس ومن ثم تتلكأ وراه. بالضبط. لكن حاليا يعني ورا ما الناس شافت يعني هناك عمل حقيقي، يعني 3 شفتات دي يشتغلون، هناك متابعه مستمره من اعلى هرم بالسلطه يعني اللي هو دوله رئيس الوزراء. نعم. من خلال زياراته المستمره لهذه المشاريع والسيد وزير الاعمار والاسكان ايضا شافوا انه فعلا اكو هناك عمل حقيقي، هناك شيء في الافق، يعني واحد من هذه المشاريع مثل ما ذكرنا دخل الخدمه، واحد اخر ان شاء الله يعني في غضون شهر ان شاء الله ايضا يدخل الى الخدمه تعقبها باقي المشاريع الاخرى. لذلك اصبح
يعني يعني ينطينا إن أيضا كدافع في إكمال هذه المشاريع في أوقات قلت لك هي مضغوطة بالأساس. يعني هو أغلب شكوى المواطنين اليوم تتعلق بازدحامات ساحة عدن، ازدحامات خانقة، ويسألون هذا المشروع شو وقت راح يكمل؟ هذا المشروع إن شاء الله يعني هو في إحنا بدءا من منتصف عام 2024، يعني هو ضمن شوفي ضمن الخطة اللي إحنا واضعيها. نعم. إحنا ما صار سنة طبعا لحد الآن بالمناسبة، يعني إحنا الآن في شهر الثالث، إحنا كل هاي بعد ما مضى سنة على هذه المشاريع. طيب. السقوف اللي وضعناها قلت لك هي أيضا ما تتجاوز السنة ونص لأكثر هذه المشاريع تعقيدا. فمن ضمن الخطة اللي إحنا خالي إحنا بدءا من منتصف عام 2024 ستبدأ هذه المشاريع بالدخول إلى الخدمة معا، مثل ما إحنا أطلقناها على شكل دفعات أو مجموعات في عام 2023 أيضا في عام 2024 ستدخل إلى الخدمة. لكن اللي صار إنه بعض المشاريع تقدمت على نسب الإنجاز المخطط لها بالفعل، لذلك إحنا يعني راح نشهد قبل منتصف عام 2024 افتتاح 3 أو 4 مشاريع من هذه. شو هي هذه 3 أو 4 مشاريع؟ يعني عندنا مجسر الفنون الجميلة هذا افتتح، مجسر قرطبة أيضا راح يفتتح. عندنا مجسر قرطبة إن شاء الله بشهر نيسان، يعني خلال شهر إن شاء الله يكون داخل الله. إلى الخدمة. نعم هذا يعني وصلنا إلى يعني صبينا كل الفضاءات الخاصة بهذا المجسر. نعم. عفوا هناك أعمال تكميلية لهذا المشروع طبعا تتضمن توسعة الساحة اللي موجودة أسفل هذا المجسر، وهو طبعا يمكن المواطن شاف يعني طريقة الإنشاء والتصميم مال هذا المجسر اللي هو يعني مجسر يعبر طريق محمد القاسم، ايضا يعني بيفد امور فنيه وانشائيه يعني ما مسويها قبل احنا في البلد. عندنا ايضا مجسر الشالشيه، يعني واحد من المشاريع اللي هو جزء من مجسر الطوبجي والشالشيه، ايضا يعني باقي لنا فضاء واحد ان شاء الله ننصب الروافد مالته. عندنا مشروعين على طريق قناه الجيش اللي هي من جهه الداخل ومن جهه جميله، ايضا ذني يشهدن وتيره أعمال متصاعدة في هذه المشاريع. عندنا تقاطع المشين، عندنا ساحة النسور، عندنا ساحة عدن، يعني ذني إن شاء الله قلت لك بدلا من منتصف عام 2024 راح يدخل الخدمة تباعا. تعتمد الوزارة المجسرات والأنفاق والبناء العمودي لحل هذه الأزمة؟ هو شوفي إحنا صح هو كل مشروع إحنا نطلق عليه تسمية، لكن كل مشروع بعدة فقرات عمل، يعني ساحة النسور بثلاث أنفاق وبمجسرين بالإضافة للنفقين اللي موجودة، وكنفق هو تحت النفق، يعني عندك 4 مستويات أنت راح يكون عندك مستوى النفق الأول، مستوى النفق الثاني، المستوى الأرضي والمستوى المجسر، فهذا مأخوذ بنظر الاعتبار. أيضا تقاطع المشن عندنا هناك نفق وعندنا مستوى أرضي وعندنا هناك مجسر وعندنا مجسر فوق المجسر اللي هو سريع الدورة. ساحة عدن أيضا هناك مجسرين بمستويين مختلفين، يعني المجسر الأول اللي يأتي من بوابة بغداد باتجاه العطيفية، وهناك مجسر آخر من شارع النواب يروح إلى شارع مطار المثنى، وهناك مقتربات للنزول على شارع الربيع. فتلاحظين أنه كل المشاريع اللي إحنا صح أطلقنا عليها اسم واحد، حتى مجسر الطوبجي وشالشية يعني هو يعني حقيقة هو مشروعين، لكن إحنا نعتبره كمكون واحد كمشروع واحد. نعم. فإذا نجي نحسب فقرات العمل اللي موجودة في هذا فهي أكثر من 16 مشروع بكثير يعني الحقيقة. زين أنت سبعت هذه المشاريع كلها، شو وقت تكمل؟ شو وقت اليوم المواطن ممكن يشعر براحة بالحزمة الأولى والتي أنجز الكثير من عتها، مع الحزمة الثانية مع إطلاق قطار بغداد المعلق وكل هذه الأمور رح نخلص من الازدحامات للأبد لو رح تبقى المشكلة قائمة؟ لا طبعا هي بكل تأكيد رح تؤدي إلى تخفيف الازدحامات بشكل كبير، لكن اكو يعني قلت لك اكو هناك تكمله لهذه المشاريع. يعني مثلا مجسر الفنون الجميله من افتتحناه المواطن دا يلاحظ يعني بكل تاكيد انه السير اللي رايح باتجاه الكليات يعني اصبح سير سالك وسهل جدا، لكن اللي دا يجي مثلا دا يكون هناك عقده في منطقه الصرافيه جسر الصرافيه، لذلك يعني هذا ايضا ماخوذ بنظر الاعتبار انه راح يتم هناك انشاء مجسر او جسر اخر موازي الى جسر الصرافيه. هذه يعني مسألة المسارات اللي موجودة على الطرق، يعني طريق ساحة عدن وصنعاء، بعدين يجيك مجسر الطوبجي، بعدين يجيك مجسر الشالشية، هذا كله راح يكون على امتداد مسار واحد، فهناك بهذا الطريق ما راح تكون هناك راح يخفف أي عقدة مرورية بكل لا ما راح يكون هناك أي عقدة مرورية. حتى طريق القناة يعني 4 مشاريع احنا على طريق القناة، يعني بدءا من تقاطع بغداد الشعب اللي هو الطريق المؤدي إلى كركوك باتجاه البساتين والسريدات
والمجسرين اللي ذكرت لك اياهم اللي هي من جهه الداخل وجهه جميله، والمشروع الاخير اللي هو على طريق قناه الجيش اللي هو تقاطع محمد القاسم بقناه الجيش من فلكه الجبهه اللي موجوده هناك، ايضا هذا راح يكون هناك مسار مستمر بدون اي تقاطعات موجوده. حضرتك ذكرت لي ان مترو بغداد من اختصاص امانه بغداد، انتم اليوم كوزاره ما لكم تنسيق، ما لكم تفاصيل حول حاليا هذا المشروع؟ حاليا حقيقه احنا نعمل كفريق واحد يعني مع كل الجهات الاخرى. نعم. يعني امانه بغداد هي شريك اساسي بهذه مشاريع فك الاختناقات، لان هي بالاساس هذه المشاريع هي من مسؤوليه وواجبات امانه بغداد، لكن حجم المسؤوليه الكبير يتطلب انه تضافر كل الجهود اللي موجوده، يعني قلت لك من ناحيه امانه بغداد، مديريه المرور العامه، وزاره الموارد، النفط، الكهرباء، الاتصالات وغيرها من ناحيه التعارضات اللي موجوده. فبكل تاكيد يعني احنا كل جهدنا وكل خبره وزاره الاعمار والاسكان من خلال الكوادر اللي نمتلكها في دائره الطرق والجسور واللي هي انشئت وانجزت الكثير من المشاريع الحيويه الاستراتيجيه، فهي بالتاكيد يعني بالتعاون مع كل جهه، اي جهه تطلب من عندنا التعاون في هذا المجال. جهودكم موفقه وان شاء الله نسال الله لكم كل التوفيق. شكرا. الاستاذ نبيل الصفار المتحدث باسم وزاره الاعمار والاسكان كان ضيفي، شكرا جزيلا. شكرا على كل ما تفضلت به من هذه الايضاحات. اذا ساده الاكارم ننتقل بكم الى الموجز الخبري. الإيفاء بالوعود للشعب واستثمار الاستقرار بعقلية استراتيجية. السوداني يفتتح مصنعي سماد اليوريا والداف في محافظة البصرة ويعلن تغطية إنتاجهما للخطة الزراعية. محافظة بغداد أو محافظ بغداد يعلن قرب إحالة ثلاث مشاريع استراتيجية لمياه الصرف الصحي في العاصمة. وزير الداخلية يعلن القبض على 123 متهمة بالنزاع العشائري في قضاء الإصلاح بذي قار. خلية الإعلام الأمني تعلن تدمير مضافات وأوكار لداعش في صحراء الأنبار. نأتي إلى ختام الحصاد لهذا اليوم، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.